أهلا أحبائنا مشاهدينا بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح سلام ونعمة مع جميعكم اليوم أنا راح أشارك شيء خاص على قلبي عم بشوفه كتير في هذه الأيام على صفحات التواصل الاجتماعي أول شيء أنا بحب أشكر الرب من أجل الفرص اللي الله بيفتحها ويتيحها للمؤمنين أن يشاركوا إيمانهم في كل مكان سواء بكتابة الموضوعات أو بسواء الخدمات المتعددة والكلام الكثير عن الرب ولكن لاحظت في هذه الأيام ظاهرة غريبة شوي طبعا أنا بتكلم من خبرة مش خبرة سنة ولا سنتين اللي بالخدمة أكثر من 37 سنة في الميديا وأنا عاوز أقول إنه الميديا هو سيف ذو حدين اما يكون لمجد الرب وامتداد ملكوت الله على الارض وانه نعلن شخص المسيح رب لكل الامم او الحد الاخر الوجه الاخر لنفس السيف ممكن يقطعنا اذا اسيء استخدام استعمال كلمه الله او التكلم بشكل واضح عن يسوع المسيح. بلاحظ من مشاهدتي للفيسبوك انه صارت مسيحيتنا او الكثير من المسيحيه مسيحيه الميكروويف الميكروويف يعني اللي بيعد الطبخات بشكل سريع بسخن بشكل سريع او ممكن ياخذ شيء مجمد او طبخه بيت بسخنها وبيتكلم فيها وهذا مش خطا على فكره إذا استخدمت لمجد الله لأن كلمة الله ممكن تتكرر مرة اثنين وثلاثة وألف مرة وأنا كثير مرات نفس الخدمات بكررها من مكان إلى مكان آخر لكن أحبائي اللي بلاحظوا إن اليوم في مسيحية ما فيها محاسبة ولا فيها مصداقية ولا فيها حتى شرعية أن كل واحد يعمل ما حسن في عينيه يعني كل واحد عم بيتكلم اللي عاوز يتكلمه بتكلم ممكن يناقض الشخص الآخر ولاحظت كمان أنه في كثير عم نهاجم أحدنا الآخر من خلال التواصل الاجتماعي يعني بدل ما تكون أداة اللي نمجد فيها الرب ونتكلم فيها عن الرب وما تفهموني غلط احنا محتاجين لألاف الخدمات ولكن أنا اللي بتكلم عنه اليوم مسيحية بدون محاسبة، بدون مصداقية. بسميها مسيحية المتعة، مسيحية اللذة. عاوز يتلذذ بكل ما هو شيء مسيحي وكل شيء ممتع بدون الالتزام، بدون الجد، بدون الاجتهاد، بدون الفحص، بدون البحث، بدون الدراسة العميقة، بدون الاعتماد على روح الرب، بدون الالتزام. اصبحنا نتنقل من مكان الى مكان انا عارف يمكن اليوم وضع الكورونا حجزنا ان نروح على الكنائس بس كثير ناس اليوم عم تتنقل عم بيستمتعوا بالترانيم وين في ترانيم احلى ممكن يروحوا عم بالاستمتاع بالوعظات وعم بيركضوا وراء الخدام وعم بيبحثوا عن كل انواع الموضوعات لاشباع رغبه معينة لإشباع شيء معين في داخلهم بدل ما يكون أنه في جوع وعطش لحضور الله في حياتنا فإما نأخذ الكلمة ونتخم يعني من سيرة خين أو ممكن نأخذ الكلمة وتتحول إلى طاقة وتتحول إلى عضلات نستخدمها أحبائي في مشكلة اليوم في عدم الالتزام عاوزين كل شيء على السريع بدون فحص الذات وبدون يعني انه نقول إن له يا رب امتحني، يا رب افحصني، شو الدافع اللي في داخلي؟ ليه انا عاوز اخدم؟ ليه عاوز اتكلم؟ وبعدين احبائي اصبحت مسيحيه المتعه لانه ما فيش حد يعني عاوز يخدم او يشهد او يربح نفس للرب يسوع المسيح، ومع انه انظمه العالم عم تتحد وقوات الشر عم تزداد في كل مكان وإحنا عم نأخذ موقف المتفرج وفي نفس الوقت عم نستمتع نستمتع بالوعظات ومنستمتع بالخدمات ومنستمتع بالترانيم ومنركض واو هذا الخادم واو هذا المؤتمر في مؤتمر صلاة في مؤتمر خدمة في مؤتمر كذا في الخادم الفلان في المرنم فلان وكل هذا كويس أحبائي ما تفهموني غلط بس أنا بتكلم اليوم عن عدم الالتزام مش عاوزين نتعب إنه أدرس كلمة الله وتعمق بكلمة الله وامتلئ بروح الرب تعرفوا أحبائي بعض الناس بيفكروا زبعته شوية تقدمات كأنه يعني كفر عن خطايا وكأنه أكمل كل بره وأكمل دينه وكأنه أرضى الله في هذا الموضوع أحبائي في محاسبة في مرجعية في مصداقية في حياة القداسة في حياة الطهارة نسلك كما ذاك وإذا أنت عاوز تتكلم اتكلم على الفيسبوك أو في أي وسيلة أخرى بس خلي الدافع صحيح وبعدين يعني مكتوب بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض كيف إحنا ممكن نخدم وإذا في بغضة وإذا في مقاومة وإذا في معاندة ومناقضة أيضا طبعا في اختلافات في الآراء وفي اختلافات أحيانا من كنيسة لكنيسة أو من طائفة لطائفة لكن كل هذا ممكن نتكلمه ونشاركه بالمحبة لكن المهم أن العالم يعرف أنه إحنا كنيسة الرب إحنا جسد المسيح على الأرض احنا اللي بنعمل عمل الله على الارض اذا كنا ممتلئين من الروح القدس طب شو محتاجين نعمل محتاجين نرجع للرب بتوبه حقيقيه وفعلا نعلن وحدتنا في الرب يسوع المسيح ونؤمن انه الكنيسه هي جسد المسيح بغض النظر شو خلفيتك أجيت من الجزائر من المغرب من مصر من فلسطين من لبنان من الغرب من الشرق من أي مكان إحنا جسد واحد حتى نتمم مشيئة الرب شو رأيك نبتدي نتعب شوي بدل ما نحط الطبخة بالميكروويف أو كل الأمور على السريع ونركض وراء أمور إن اليوم فعلا نزداد في النعمة وننمو في المعرفة ونزداد في الإيمان ونزداد في المحبة وتتوثق العلاقة المحبية وحدتنا أحدنا مع الآخر وأنا صدقني لما بتشهد عن الرب وبتعلن أنك رح تربح نفس ليسوع العالم كله رح يكون ليسوع المسيح أنا مش عم بستنى أنه العالم كله خايف من الكورونا ولا خايف من الوباء واللي إحنا أو في آخر الأيام وفي التشيب وفي هذا الرقم وما اخدم الرب اعمل من الرب لكن التزم انك تنمو روحيا، اقرا كلمه الله، صلي، طور علاقة، حياة الخلوة مع الرب وخليك انسان فعلا معتمد على روح الرب، خلينا احبائي نتغير نتغير الى صورة يسوع المسيح ونستخدم كل الوسائل وكل الاساليب حتى نمجد الرب يسوع المسيح. بتعرف احبائي ويل اذا قال الناس فيكم حسنا يمكن عاوزين نمسك العصايه من النص نساير نساوم نتهادن على حساب الحق الكتابي عاوزين نستمتع ما احنا مسيحيين خلينا نستمتع ولا عاوز فعلا تحمل الصليب تنكر ذاتك ومستعد تضحي في كل غالي وبكل نفيس وتكون مكرس تكريس كامل وملتزم التزام كامل وتكون جندي صالح ليسوع المسيح بصلي من كل قلبي اذا الرب لمسك بليز شاركنا حتى نعرف انه في جيش معانا بوافقوا على هذا الراي والرب يباركك